الحلقة 29، التمرين الثالث، لاحظ المخطط بالأعمدة. إذن أول شيء نلاحظ. ما معنى نلاحظ؟ نتأمل الرسم جيدا ونقرأ الأعداد جيدا، نقرأ هذه الكتابة، نقرأ هذه الكتابة، نقرأ هذه الأعداد. هذا معنى كلمة لاحظ. إذا نلاحظ، سنلاحظ الرسم، نلاحظ أولا ثم نتابع. إذا هو قال لاحظ، نلاحظ، نلاحظ هذا الرسم. عندنا هنايا السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، وتوجد هنا كمية الأمطار المتساقطة. إذن ماذا سنعرف؟ نعرف أن هذا المخطط يدل على كمية الأمطار المتساقطة خلال أيام الأسبوع أو خلال بعض الأيام. الجمعة لم يتكلم عنها. مثلا السبت، السبت 5، 1، 2، 3، 4، 5. الأحد 10، الاثنين 7، الثلاثاء 15، الأربعاء 2. قال لاحظ، لاحظنا. ما هي كمية الأمطار التي تساقطت يوم السبت؟ نبحث عن السبت، نبحث عن السبت ونقول كمية الأمطار المتساقطة يوم السبت هي 5، هي 5. السبت ارتفاعه 5. 5 ماذا؟ مليمتر، لتر، لم يقل الوحدة. نقول 5، كمية الأمطار المتساقطة يوم السبت 5. ما هو اليوم الأكثر إمطارا؟ ما هو اليوم الأكثر مطرا؟ نبحث عن الارتفاع. من هو المرتفع كثيرا؟ السبت ارتفاعه هذا، الثلاثاء ارتفاعه 15. اليوم الأكثر مطرا هو يوم الثلاثاء. ما هي كمية الأمطار المتساقطة في الأيام الخمسة؟ ماذا يقصد هنا؟ يقصد المجموع، كمية الأمطار المتساقطة يقصد المجموع في الأيام الخمسة. في الأيام الخمسة معناتها أجمع المتساقطة في الأيام الخمسة، معناتها تجمع. تجمع ماذا؟ تجمع المتساقطة في يوم السبت زائد المتساقطة في يوم الأحد زائد المتساقطة في يوم الاثنين زائد المتساقطة في يوم الثلاثاء زائد المتساقطة في يوم الأربعاء. هذا العدد هو الذي يبحث عنه. إذن كان هذا الحل الشفوي للتمرين. يمكننا أن نكتب ما هي كمية الأمطار التي تساقطت يوم السبت. السبت أجد 5، كمية الأمطار التي تساقطت يوم السبت هي 5. ما هو اليوم الأكثر مطرا؟ اليوم نبحث في الأيام، العمود المرتفع أكثر، العمود الأكبر هو الثلاثاء. أقرأ الترتيب أجدها 15، فأقول اليوم الأكثر مطرا هو الثلاثاء. ما هي كمية الأمطار المتساقطة في الأيام الخمسة؟ نبدأ بالسبت، السبت 5، الأحد 10، الاثنين 7، الثلاثاء 15، الأربعاء 2. نجمع 15 والـ5، 20، 30، 37، 39. انتهى حل التمرين الثالث. تبقى فقط ملاحظة، لم يقول 5 ماذا، 5 ماذا، أو 39 ماذا، تركها فارغة. هو قال كمية الأمطار، لم يحدد الوحدة. إذا أردنا أن نقول
كمية الأمتار نكتب هنا وحدة، 5 وحدة أو 39 وحدة. وحدة ماذا؟ هي وحدة السعات، لأن كمية الأمتار تقاس بالسعة، سنتيلتر، مليمتر، لتر، أو أتركها هكذا، هكذا أحسن. هذه الملاحظة. انتهى حل 83. أبحث يمثل الجدول المقابل عدد التلاميذ حسب الجنس، مذكر أو مؤنث، ذكور أو إناث في كل قسم، غير أن بعض الخانات مسحت بالخطأ. هي لم تمسح بالخطأ، هم تركوها مقصودة لكي نجد نحن الجواب، ليست ممسوحة بالخطأ، لا بأس. انقل هذا الجدول وأكمل الخانات. نبدأ بالخانة الأولى. الخانة الأولى هذه نتعرف على الجدول، مهم جدا هذا الجدول. السنة الأولى، السنة الأولى نتخيل هذا غير موجود، نتخيل هذا غير موجود، فماذا يكون هذا؟ 32 ناقص 15. هذا السنة الثانية 34 ناقص 19، 32 ناقص 16، وهنا 20 زائد 17. الآن لا نستطيع أن نملأ هذه الخانتين، نبدأ بهذه الخانة. بقيت 3 خالات فيها فكرة. هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا يساوي مجموع الإناث. وعندي مجموع الذكور معروف، تنقص الخامسة. ماذا أفعل؟ الأولى والثانية والثالثة والرابعة كم مجموعهم؟ ثم 83 ناقص العدد. بهذه الطريقة أجد عدد الذكور في السنة الخامسة. الآن هذه سهلة، هذا زائد هذا يساوي هذا. سأقول تمرين كلام شفوي. هذا التمرين مهم جدا، كان في مسابقة توظيف لسنة 2018، أولياء بطلين وغير عاملين وما إلى ذلك. هذا التمرين فيه مجموع مرتين، فيه مجموع مرتين. وفي البكالوريا يستعمله شعبة تسريب الاقتصاد الشجرات المتكافئة. إذن هذا التمرين كنت أبحث عنه، قد جاء في الثالثة متوسط في أحد التمارين، تمرين يشبهه. التمرين أسميه تمرين ذو مخرجين، المجموع الأول والمجموع الثاني. هذه 164 تجدها بطريقتين، هذه 164 تجدها بطريقتين، تجدها بالمجموع الأول أو بالمجموع الثاني. هذه الفكرة تكررت كثيرا. إذا بالنسبة لي هذا التمرين مهم، هذا التمرين مهم جدا. إذا نلخص التمرين بسرعة. الخانات الفارغة واضحة، كيف أجد هذه الخانة؟ ما هو العدد الذي أضيفه إلى 15 لأحصل على 32؟ ما هو العدد الذي أضيفه إلى 19 لأحصل على 34؟ عندما هذه الخانة، في هذه الخانة نتخيل هذه غير موجودة، نتخيل هذه غير موجودة، ونتخيل هذه غير موجودة حتى نملأ الخانة هذه. الخانة الأخرى نفس الطريقة. نتخيل هذه فقط، هذه ماذا تساوي؟ هذا ماذا أضيف له حتى أجد هذا؟ انتهى التمرين. أبحث وانتهت تمارين الصفحة رقم 9.